اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في كل مكان، وانصرهم من نصر عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم إنك ترى ما نزل بنا في غزة من الأحوال، يا ذا الجلال والعزة، يا ذا الجبروت والعزة. اللهم أعز أهل غزة، اللهم أعز أهل غزة، اللهم فرج عن أهل غزة، اللهم فرج عن أهل غزة، اللهم فرح أهل غزة، اللهم فرح أهل غزة، اللهم انصر أهل غزة، اللهم انصر أهل غزة، اللهم داوي جريحهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم ارحم ميتهم، اللهم ارحم ميتهم، اللهم قبل شهيدهم، اللهم قبل شهيدهم، اللهم كفف جراحاتهم وبرد آلامهم، اللهم كفف جراحاتهم وبرد آلامهم، اللهم اجعل لهم وللمسلمين فرجا قريبا يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم كن لإخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا، اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا. اللهم كن لإخواننا في مسجد الأقصى، اللهم كن لإخواننا المؤيدين في مسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم حررهم، اللهم فرجهم، اللهم فرجهم، اللهم نفس كربهم، اللهم نفس كربهم، اللهم حرر مسجد الأقصى للمسلمين، اللهم حرر مسجد الأقصى للمسلمين، اللهم حرر مسجد الأقصى من أيدي الظالمين. اللهم ارزقنا بركعتين قبل الممات في مسجد الأقصى، اللهم ارزقنا بركعتين قبل الممات في مسجد الأقصى يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم عليك بمن ظلمهم، وعليك بعدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لهم، اللهم اجعل لهم وللمسلمين جميعا فرجا قريبا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في المشارق الأرض ومغاربها، اللهم احفظ المسلمين في فلسطين، وانصرهم من نصر عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان،
اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر أهل غزة، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة، رحمن الدنيا والآخرة. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المظلومين في كل مكان، اللهم انصر الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، اللهم انصرهم أينما كانوا يا قوي يا عزيز يا جبار السماوات والأرضين، يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فرج الهم عن المهمومين من المسلمين، ونفس الكرب عن المكروبين من المسلمين، وفك أسر المأسورين من المسلمين، وقض الدين عن المدينين من المسلمين. يا رب العالمين، احفظ بيتك الأقصى كما حفظت بيتك العتيق والمرابطين فيه، اللهم استخدمهم لنصرة دينك يا رب العالمين، كلهم عونا، كلهم مددا، كلهم ناصرا، كلهم مؤيدا، كلهم ظهيرا. اللهم انصر دينك يا ناصر المستضعفين، يا راحم الضعفاء والمساكين، ارحم عبادك فهم في خطر عظيم، رحماك يا رب، لطفك يا رب، رحماك يا رب، لطفك يا رب، عاملنا بفضلك لا بعدلك، إذ الفضل منك وإليك. اللهم حرر المسجد الأقصى واجعل لنا فيه صلاة قبل الممات، واجعل لنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في باكستان وفي السودان وفي سوريا وفي فلسطين وفي اليمن وفي كل مكان. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في فلسطين
فلسطين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لإخواننا المرابطين في المسجد الأقصى. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم فرج همهم، نفس كربهم، داوي جرحاهم، عاف مبتلاهم، اشف مرضاهم، ارحم موتاهم، تقبل شهداءهم، كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم يا منتقم يا جبار، عليك بمن ظلمهم، عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم كن لهم عونا ومعينا وظهيرا ونصيرا. اللهم حرر الأقصى من كيد المعتدين. اللهم كن مع إخواننا المرابطين في ساحات الأقصى. اللهم ارزقنا تحرير الأقصى. اللهم يا رب يا رب ارزقنا تحرير الأقصى. اللهم يا رب كن مع إخواننا في السودان ومع إخواننا في اليمن ومع إخواننا في كل مكان. اللهم يا رب سلط الظالمين على الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم انصر من نصره واخذل اللهم من خذله يا قوي يا عزيز. اللهم اجبر كسر قلوبنا على فراق مسجدنا. اللهم اكسر جبر قلوبنا على فراق مسجدنا. اللهم اجمعنا بإخواننا وأخواتنا المرابطين. اللهم ارزقهم الأجر والثواب. اللهم ارزقهم عنا وعن المسلمين خيرا يا أرحم الراحمين. أعنهم وصبرهم وقوهم واشف جريحهم يا متين. إنك على كل شيء قدير. إلهنا وخالقنا ورازقنا وسيدنا ومولانا، وقفنا ببابك سائلين، فلا تردنا خائبين، ولا عن باب جودك وكرمك مطرودين. فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم حرر المسجد الأقصى. اللهم حرر المسجد الأقصى. اللهم ورده إلينا ردا قريبا، ردا قريبا قويما يا رب العالمين. اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات.